مشترك في خدمة الهاتف المحمول أصبح ملزماً بالإدلاء بهويته الكاملة والتوقيع على عقد امتلاك الشريحة. القرار يخص المشتركين الموجودين حالياً والمشتركين الجدد. من الأحسن من الأفضل تطلع لاجون ديرها في سميتك. علاش؟ حيت باش تبقى ديما في سميتك وما يقطعوها لك وباش ديما تبقى ديالك. فين ما مشيتي هنايا في أي بلاصة من غير لاجون ما تيطلب لك حتى شي واحد لاكارت. ومن بعد بحال اللي شرى لاكارت يطلع لاجون يديرها في سميتو. لاكارت كنت خديتها عادية في الأول. من عادية خديتها بلا ما نثبت الهوية ديالي. ومن بعد دوزت واحد المدة ومشيت سينيت معهم كونترا وثبت الهوية ديالو ولات الكارطة في سميتي حاليا. هادي تقريبا شي 4 موا كنت خديت اون كارت من السويقة من بائع عادي بدون هوية بدا يعني عادية. ابخي منين كان منين جا هاد الإعلان تقدمت لأقرب وكالة هنايا أنا في الرباط دليت بالهوية ديالي لاكارت ولات لاكارت في سميتي. انا شخصيا ثبت الهويه ديالي في الاشتراك نظرا لان فيها مسائل امنيه وحفاظ على باقي المشتركين ايضا. الوكاله الوطنيه لتقنين المواصلات حددت قواعد جديده تتعلق بتحديد هويه المشتركين في شبكه الهاتف المحمول وابلغت الشركات العامله في قطاع الاتصالات بهذه القواعد التي ترمي الى تحقيق المطابقه مع القوانين الجاري بها العمل. اللي خص يعرفوا الناس بانه المشتركين في الشبكات الهاتفيه النقاله في المغرب ما يتغير حتى حاجه بالنسبه للمشتركين. هو اللي مهم هو المتعهدين غيتصلوا بهم باش يحدوا الهويه ديالهم ما بين فاتح ابريل 2014 وفاتح ابريل 2015. الناس اللي الجدد اللي بغى ياخذ لاكارت سيم خصو يتيدونتيفيا يعطي لاكارت ناسيون ديالو والاسم وداكشي. الاحصائيات تشير الى ان اكثر من 4 ملايين شريحه مجهوله الهويه يتم تشغيلها مما يطرح التساؤل حول الكلفه الاقتصاديه لهذا الاجراء بالنسبه لشركات الاتصالات. عندنا تقريبا 42 كارت سيم في السوق. تقريبا جميع المغاربه عندهم التليفون المحمول اي لي موبيل ما يكونش شي تاثير كثير على لي زوبيراتور. هذا الاجراء يندرج في اطار احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحمايه الاشخاص الذاتيين تجاه معالجه المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما انه اجراء سيحد من استغلال الشرائح المجهوله الهويه في العمليات الارهابيه والجرائم المنظمه او عمليات النصب على المواطنين.